احنا الان نتابع هل يمكن ان يصبح الذي يرعى البلاد هو المجرم؟ قابلنا والحياة قدام عينينا حلوة، واتقابلنا والكلام فوق الشفايف غنوة، اتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة، اتقابلنا والكلام فوق الشفايف غنوة، اتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة، واتقابلنا والكلام فوق الشفايف غنوة. كل حاجة فكرت فيها بنظرة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة. معنا سيهيكل بن محفوظ مستشار رئيسي لدى مركز جنيف لمراقبة الديمقراطية للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة. سيهيكل مرحبا بك. المسألة اليهودية أكبر وأوسع من المسألة الإسرائيلية. المسألة الإسرائيلية هذه الموجودة في التوراة، يعني في التوراة نفسها تحدد لها مرحلتين، أو هم استنبطوا منها مرحلتين لتكوين الدولة. نعم. المرحلة الأولى هي مرحلة الأرض المقدسة التي من النهر إلى البحر. طيب. وهذه المرحلة هي التي تم صناعة يعني كل أحداث النصف الأول من القرن العشرين من أجل الوصول إليها، وليس فقط ما نراه. يعني إحنا عندنا مشكلة في العالم العربي أن نحن دائما ننظر إلى المشكلة في البؤرة التي موجودة فيها. نحن نحتاج إلى توسيع الكدر. لو وسعنا الكدر سوف نفهم للمسألة أبعادا أخرى لن ندركها، وسوف نفهم كيف وصلوا إلى الهدف. وصلوا إلى الهدف عبر عمليات طويلة نحن لم نرها. هذه العمليات الطويلة هي السيطرة على الغرب وعلى اقتصاده وعلى إعلامه وعلى سياساته وعلى نخبه وصناعة هذه النخب في المحافل الماسونية والحركات السرية. الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة. سيهيكل مرحبا بك. مرحبا، أهلا وسهلا. نحكي على مشروع انطلق التفكير فيه من سنة 2011، من أول سنة 2011 تقريبا، ماي 2011، ومازال متواصل، فما العديد من الملتقيات قاعدة تصير في إطار المشروع هذايا اللي يهم وسائل الإعلام وحوكمة القطاع الأمني، كنجم نسميها كي باللغة العربية. أول حاجة ساعة خلينا نعرف شوي للناس اللي ما عندهاش فكرة على مركز جنيف لرقابة الرقابة الديمقراطية على القوى المسلحة، فاش يتمثل بالضبط، ومن بعد ندخلوا في تفاصيل المشروع. شكرا. المركز هو منظمة دولية تضم 61 دولة عضو، من بينها تونس التي انضمت في جويليا 2011، وهو مركز خبرة يهدف إلى تقديم المساعدة والخبرة بالنسبة إلى كل الدول التي تسعى إلى تطوير منظومتها الأمنية أو إصلاحها. وهذه الخبرة تكون إما بتقديم التوثيق، الدراسات، بالقيام كذلك بدورات التكوينية، بالدعم التجارب التشريعية، بإصلاح المؤسسات والهيكلي، وكذلك أحيانا حتى تقديم الدعم المادي بالنسبة للدول التي تحتاج ذلك. والبرنامج يعني أو التدخل المركز هو متعدد المستويات مع كل الأطراف التي تعنى بالأمن وبالمنظومة الأمنية وبالإدارة الرشيدة والحوكمة الرشيدة لقطاع الأمن، بما فيها الإعلام والمجتمع المدني باعتباره أنهم طرف في هذه المنظومة. علم كامل وهو علم التنويم المغناطيسي وعلم البرمجة العصبية اللغوية، علم البرمجة يدخل الإنسان فيما يسمى الترانس، يفهم النوم. وأخطر أنواع التنويم هو التنويم العميق جدا
الذي يشعر فيه المنوم أنه مستيقظ تماما وأنه في أحسن حالاته، لأنه حتى في العلاج أصعب أنواع العلاج المريض الذي يعشق مرضه ويؤمن أنه صحيح وأنه لا يمكن أن يتخلص يعيش بذلك المرض. حتى الطبيب حتى في المرض العضوي إذا كان الإنسان مصر على المرض أو مصر على رفض الدواء لا يمكن أن يعالج، فيصبح متبنيا لذلك ويصبح متفاعلا معه ويدافع عنه، وهنا يدخل في حالة عقلية لا يمكن الخروج منها. الذين تكلموا عن التفاوض مع الإرهابيين ووصل إلى مرحلة لا عودة، لا يمكنه إطلاقا أن يصحو من سكرته، هو ظن أنه على حق. يقول أحد الحكماء اسمه موركياف يقول الوهم ظن منه أنه حقيقة، يأخذ الحقيقة على أنها وهم. احنا انتم نعرفوا اللي تمثلوا المركز الوطني لدراسات الأمن الشامل. أتعرف من أنا؟ لا، أنا مجنون بني عجل، ويأتيني الصرع مرتين في اليوم ويذهب عقلي، وهذه واحدة منها. يعني كثيرا ما نسمع ما يعرف ببروتوكولات حكماء بني صهيون، يعني ماذا نقصد بهذه البروتوكولات؟ ماذا جاء فيها؟ يعني ما فحواها؟ والله البروتوكولات مسألة لي أنا فيها رأي مختلف عن كل ما كتب وما قيل فيها وكتبته. يعني البروتوكولات فهمت حين صدرت أو حين ظهرت للعالم سنة 1905 وطوال القرن العشرين، وكل حتى من صدقوها، يعني من صدقوها وقالوا أنها حقيقية فهموها على أنها خطط سياسية، بينما في الحقيقة وفحص البروتوكولات فحص دقيق يدل على ليست خطة سياسية وليست موقوتة بالزمن الذي ظهرت فيه اللي هو زمن يعني بداية القرن العشرين، ولا هي كتبت في المؤتمر الصهيوني الأول. البروتوكولات من داخل نصوصها فحص هذه النصوص، يعني إذا فحصت بأنها يتبين أنها خطة شاملة ليست سياسية فقط، هي عبارة عن خطط سياسية اقتصادية اجتماعية أخلاقية عقائدية، هدفها السيطرة ليست على السياسات لكن السيطرة على وعي العالم، بمعنى وعي. على وعي العالم. وعي العالم بمعنى ماذا؟ بمعنى أنا أصنع وعي البشر فيتصرفوا هم كما أريد أنا دون أن يعرفوا أنني أنا الذي أدفعهم إلى بمعنى غزو ثقافي دكتور. يعني هي مسألة أكبر من الغزو الثقافي لأنها مرتبطة ليست بزمن معين ولا لحظة معينة، مرتبطة بأجيال متعددة تتوارث هذا العمل وتتوارث بث يعني نموذج معين للأفكار والقيم والأخلاق والسياسات وفهم الحياة والوجود لكي تصنع رأس ودماغ البشر بطريقة معينة، وهذا الدماغ إذا صنع بهذه الطريقة سوف يسير هو وحده في الاتجاه الذي يريدونه. طب دكتور، ويحسب على رجل الأمن الذي هو يحمي البلاد وهو أخوه في الوطن وفي الدين يحسبه عدوه، ولكن الأخطر من ذلك أن يأتي بعض الحمقى وبعض المهرجين ويحاولوا تمييع الصورة وتغيير المفهوم والضحك على الذقون، وهذا يفعله ثلاث، يفعله الخائن بذاته، دائما نتكلم عن ثلاثة هذوما المشهورين، والأحمق والعاجز. خذ هذا المال يا مجنون بني عجل واستعن به على صرعك وجنونك. أستاذ هيكل بن محفوظ، وهي علاقتكم بالمؤسسات الأمنية في تونس كمركز جنيف لرقابة ديمقراطية على القوات المسلحة؟ علاقتنا هي علاقة منظمة بأحد دول الأعضاء بها، ونحن لنا بطلب من الحكومة التونسية العديد من البرامج الإصلاحية التي وضعناها، ونقدم الخبرة للوزارات المعنية بالأمر الداخلية، الدفاع، عدالة انتقالية وحقوق إنسان، عدل، مجلس تأسيسي، في كل المجالات التي تهم إصلاح المنظومة الأمنية ومتى طلب منا ذلك. والعلاقة يعني متواصلة ديما وفما قبول الأفكار والمقترحات اللي قاعدين تعطيو فيها؟ احنا من مبادئنا وأن التصور الإصلاحي هو تصور شامل وعلى مدى طويل، وبالتالي نفسنا طويل وقدراتنا فائقة. في أمريكا في أقوى أنظمة أمنية دخلوا لهم طياراتهم وهزوا لهم طياراتهم وهجموا بها على البراج نتاع التجاره وهجموا بها على مقر وزاره الدفاع. معناها قمه المنظومات الامنيه وتبدا معناها في قمتها وتصير لهم اختراقات. في Well, it's the same people that told us Saddam Hussein had something to do with 9/11. Same people that told us Saddam Hussein had weapons of mass destruction. Same people that told us we are going to be able to use the oil for reconstruction money. Same people that told us that we'd be greeted as liberators, not occupiers.
Same people, same president that told us the Taliban is gone. Same president that told us that Poland is our ally 2 days before they pull out. Same president that tells us Iraq is going just great. Same president that tells us the economy is going just great. Same people that told us the tax cut was going to create millions of jobs. Same people that told us that the Medicare program only cost $400 billion when it really cost $540 billion. So please forgive us for not believing what you're saying. يعني المركز باش يكون همزة وصل بين الإعلاميين وسائل الإعلام في تونس ووزارة الداخلية أو كل ما يدخل في المنظومة الأمنية بصفة عام. هو مش بالضرورة همزة وصل، لأنه على كيف نحكي وإحنا علاقة الأمن بالمواطن وبالمجتمع كل طرف في هذه العلاقة هو يجب أن يقوم بدوره، عليه أن يقوم بدوره وأن يطور هذه العلاقة. احنا في المركز باش نمكنوا كل الأطراف الفاعلة إعلام، مجتمع مدني، مؤسسات أمنية، باش ننصحوه، باش نقولوا لها هاو التوجهات التي يمكن إرساؤها، هذه هي طريقة العمل، هذه هي النماذج، هذه هي التكوينات أو التدريبات التي يمكن أو من الضروري إرساءها أو اعتمادها، هذه التجارب الأجنبية كيف عالجت هذه الطريقة. هم كما قلت لك يعني حققوا نجاحات كبيرة، لكن ليست كما نفهم لم يحققوها بالسياسة ولم يحققوها في لحظة زمنية أو تاريخية معينة، حققوها بالتراكم عبر مئات عبر أجيال السنين. يعني البروتوكولات باختصار كما أسميها أنا هي مقلوب الوحي الإلهي الذي أنزل عليهم، يعني ربنا أنزل عليهم خطة إصلاح شاملة لإصلاح البشر، هم قلبوها، هذا القلب هو البروتوكولات. الناس هذوما هم الدمويين، هما فاتوا مرحلة الإرهاب، خاطر بعد كي تعرف أنه فيها كمال القذقاذي وعلى الدين نجاحي تنقول لك شنو عملوا هذوم. طيب نعطيك بعد شوية تفاصيل تعظوما نجبد لك تاريخهم شنو عملوا. هذا مش شنو عملوا أنا باش نقول، هذا سلون أبحاث وسلون صور وتسجيلات شنو عملوا في الشعامبي، باش الناس تقول لك لا شدوا واصبر أنت وزيد موت، أنت زيد موتوا يا حرس وزيد موتوا لونيتي سبيسيال اللي هو العوني، ما تصورش قداش يتكلف هذاك على الدولة. احنا خنزيدوا نموتوا باش نستناو، لكن احنا صبرنا 20 ساعة ما تقصش عليه ساعة، صبرنا 20 ساعة عملنا عملية تفاوض كانت مستمرة وكان يقوم بها معناه آمر الوحدة هذه، وقام بعملية تفاوض وكانوا يسمعوا فيه حتى المواطنين غادي والوحدات الأمنية اللي كانت تقوم بعملية تطويق وقدام الناس كله مسجل هذا الشيء. هذا كل شيء مسجل، هذا كل شيء مسجل. في هكا نحزن كي نسمع ناس تشكك فينا، يحزنوا خاطر راهو في العديد من دول العالم العباد كافح في الراب وتشوف السوتيان الكبير اللي يلقوه من وسائل الاعلام ومن مكونات المجتمع المدني ومن الاحزاب والمواطنين. علاش احنا ما نلقاوش السوتيان ذا؟ علاش نلقاو كان تشكيك؟ وعندما نبلور هذه التصورات على اساس الحاجيات التي تعلن عنها الاطراف المعنيه بالامر، الاعلام مثلا، وقتها يمكن تشخيص أنا هي مثلا طريقة التكوين أو برنامج التكوين أو التدريب اللي يقرب ويجيب للحاجيات. أنا هي الأنظمة التشريعية، ربما ما هي الأنظمة التشريعية التي من الضروري وضعها وتكريسها، وبالتالي يصبح الاختيار للأطراف الفاعلة بذلك يمكن لها أن تتبنى ذلك، ويصبح للعمل وللإصلاح وللعمل التشريعي له مشروعية، والمشروعية هو أهم حلقة في أي مسار إصلاح. حتى عاد راهو ما يفهم العمل تاع الوحدات الخاصة، ثم للإعلام راهو الوحدات الخاصة هذه كي بدات الوحدة المختصة تاع الحرس كي تبدأ في العملية راهو تولي تأتمر كان بالأمر نتاعها فقط، تبدأ هي سيدة نفسها وسيدة الموقف يتحمل مسؤوليته. راهو بينه وبين الموت كرتوج، راهو يغزل صاحبه ميت قدامه، هذوما ناس جاي تدافع على البلاد وجاي تحمي في تونس. هذه نخبة، راهو هذه نخبة، ناس عندها ولاء كان للوطن، كي تدخل المقرات نتاعهم تشوف حوايج غريبة ياسر، يعيشوا 24/24 مع بعض، هذوما ناس في مونتاليتي أخرى وفي أخلاق وفي تربية وفي مستوى راقي جدا، هذوما ناس تخدم على روحها. هذه حلقة خاصة على فيلم رواد. فيلم.